وقد قتل مصعب بن عمير في غزوة أحد، وقد قتله ابن قمئة الليثي حيث هاجمه ابن قمئة وهو يحمل اللواء، وضرب يد مصعب اليمنى فقطعها، فأخذ مصعب اللواء باليسرى فقطعها ابن قمئة، فضم مصعب اللواء بعضديه إلى صدره فطعنه ابن قمئة برمح في صدره فقتله. وعندما مات مصعب بن عمير لم يترك عند مقتله إلا نمرة أرادوا تكفينه بها، فكانوا إذا غطوا رأسه بدت رجلا، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه، فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من الأذخر. وكان عمر مصعب حين قتل 40 سنة أو يزيد.